رفضت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان مقولة إعادة النظر بنظامي الجباية والمحاضر، كما رفضت المس ببنود موازنة العام 2013 الخاصة بالاستشفاء والساعات الإضافية وطبيعة العمل. حقوق العمال ومكتسباتها ليست منة من أحد ولا سلعة للمزايدة الرخيصة، فحذاري من اللعب بلقمة عيش العمال. نرفض مقولة إعادة النظر بنظامي الجباية والمحاضر، كما نرفض المس بباقي بنود الموازنة الخاصة بالاستشفاء والساعات الإضافية وطبيعة العمل ومنحة الإنتاج وغيرها من بنود الموازنة التي طالها قلم وزارة المالية تحت حجة دخول شركات مقدمي الخدمات، كي لا نضطر مرغمين إلى رفض هذه الشركات رفضاً قاطعاً. وعليه فإن المجلس التنفيذي للنقابة يبقي على اجتماعاته مفتوحة ليبنى على الشيء مقتضاه